الله يسعد أوقاتكم دائما وأهلا بكم ببرنامج المسامح كريم. القصة اللي معنا اليوم هي من مصر، قصة أب مع ابنه، وهذه القصص عادة بتأثر كتير. قبل ما نحكي عن مضمون هذه القصة خلينا نستقبل صاحب الدعوة، يعني الأخذ المبادرة، اللي هو أحمد مصطفى إبراهيم. منرحب به. علينا أحمد، تفضل. اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. طمني عنك. الحمد لله هادي ورايق. وانت متزوج احمد؟ اه متزوج. بس ما فيش اولاد؟ ما فيش اولاد. قديش لك متزوج؟ كم لك وقت متزوج؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين. شو بتشتغل؟ لسه حاليا في الوقت الحاضر مش شغال. مش شغال؟ احمد صار خلاف بينه وبين والده، والده الاخ مصطفى. احمد هو ابنه الوحيد. احمد يعني مع رفاق السوق بالدراسة بالحياة جنح شوي، يعني ذهب إلى المخدرات. هالموضوع ما كان عاجب أبوه، الوالد كان ضد هذا الأمر. نبهه لأحمد كذا مرة، فهمه، قال له أنه يبتعد عن هذه الآفات، ولكن للأسف أحمد انجر في هذه الحياة، إلى أن ضاق ذرعا الوالد في الأمر وطلب من أحمد أن يترك البيت. أحمد ترك البيت. القطيعة إلها سنتين. سنتين. ولكن أحمد ولد، يعني هو ابن وحيد، مشتاق لأبوه وحب أنه يرجع يرجع العلاقة مع أبوه، طبعا بعد ما توقف عن أي تعاطي مخدرات أو غيره. والحمد لله يا أحمد، أنا بشد على إيدك وبهنيك وبرافو عليك، وإن شاء الله تستمر بذلك بإذن الله. مين عم يساعدك؟ مش هم. أنت وحدك؟ أخذت القرار لوحدك؟ لوحدي. أكيد؟ أكيد. والمدام إيه رأيها؟ المدام مبسوطة طبعا أنا بطلت الحاجة دي. ساعدتك؟ طبعا. واقفة جنبك؟ واقفة جنبي. أم نعم. طيب أنت يعني بخلال هالسنتين حاولت تتواصل مع الوالد؟ حاولت كذا مرة بس فشلت المحاولة. هو رافض؟ رافض تماما. يعني شالك من حياته ونساك بالمرة؟ كيف طبعه الوالد؟ قاسي؟ لا بالعكس. شو عندك حنين. أخوات؟ عندك لا أخوات؟ لا ما عنديش. أنت وحيد؟ وحيد في الدنيا. والوالدة عايشة؟ موجودة في البيت مع الوالد؟ مع الوالد. عايشين سوا؟ طيب شو اللي خلاك توقف المخدرات؟ يعني لقيت ان طريقة وحش وكده، وبهدلت كتير. تبهدلت؟ اتحبست وكده. انا حبست برضه؟ اه. طيب عم تلاقي صعوبة؟ بقالك كم موقف؟ مالي حوالي 3 شهور كده. 3 شهور. ويعني عم تتعالج ولا؟ لا لا الحمد لله كده. بس في عندك إرادة؟ إرادة اه. عم تلاقي صعوبة ولا؟ اه فيها صعوبة في الأول، بس صعوبة. الحمد لله. بس خلص صممت. اه الحمد لله. وانت جاي تبلغ البشرة للوالد. اه طبعا. وجاي تطلب منه السماح وتطلب انه يرجعك، ترجعوا لبعض، ترجع العلاقة زي ما كانت. في شيء تاني؟ لا ما فيش حاجة. بس كده. طيب انا وجهت الدعوة الى الوالد، وصلت له الدعوة، منشوف سوا كيف تلقى دعوتي الى البرنامج. أهلاً أستاذ زور، مشوار النهاردة هيكون شارع الهرم عشان نوصل دعوة الحضور لأستاذ مصطفى إبراهيم. أيوة. مساء الخير. مساء الخير. حضرتك استاذ مصطفى؟ ايوه. عندك 55 سنه مظبوط؟ مظبوط. طيب انا اسمع سعيد من برنامج استاذ جورج كرداحي، جاي اوصل لحضرتك دعوه لحضور البرنامج معانا. دعوه للسيد البشوشي. حضرتك احنا بنختار بعض الشخصيات عشان يكونوا موجودين معانا في البرنامج. ايوه. حضرتك من ضمن الشخصيات. شنو بنت سعيد؟ قبلتها؟ اتفضل. استاذ جورج، استاذ مصطفى قبل الدعوه وجاي ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. Thank you.
الشاب اللي معي بالاستوديو اليوم اللي شفتوه قبل الفاصل هو نموذج للشاب اللي تأذى من تعاطي المخدرات، تأذى بحياته، تأذى بعلاقته مع والده مع أهله، بقى هو موجود معنا اليوم لحتى يصالح أبوه لأنه الوالد غضبان عليه بعد ما أنذره كذا مرة حتى يبتعد عن آفة المخدرات، ولكن ما قدر. أول مرة تاني مرة بالأخير طلب منه أن يغادر البيت، ترك البيت. هو متزوج اليوم، له 3 سنوات متزوج، زوجته عم بتساعده حتى يقلع عن الإدمان، تمكن إلى الآن، وإن شاء الله بتمنى له كل التوفيق بهالجهد اللي عم بيقوم فيه. ولكن بدنا نشوف بالأول إذا كان والده راح يرضى عليه وراح يقبل يصالحه، علما بأنه أحمد الشاب اللي عم بيحكي عنه هو ولد وحيد لوالديه، لا صبيان ولا بنات إلا هو. لذلك نحن وجهنا الدعوة إلى والده مصطفى. والده قالوا لي أنه أصبح في الخارج بالانتظار أن ندعيه إلى الاستوديو، فليتفضل الأخ مصطفى. اهلا وسهلا. كيفك يا مصطفى؟ ازيك حبيبي؟ تفضل. اهلا وسهلا. اهلا بك يا باشا. طمني عنك. الحمد لله. مالك مستغرب كده؟ مش عارف. لا في تعب بس انت مستغرب، شايفك. لا مش عارف، مش انت مستغرب. ليش لا جاي علشان ايه في البلد؟ لا سيادتك عندي تعب. تعب في القلب. في القلب. سلامتك. الله يسلمك. بقى لك زمان الشريان؟ نعم، يعني غلطة في الشريان. نعم بس يعني زعل. يعني تعالجت؟ كنت في اوراق ساعتها بتعالج في المعهد. في المعهد الان. وزعل؟ ليش زعل؟ يعني كان حصل شويه مشاكل كده. فين؟ معك انت ومين؟ يعني ابني. ابني الوحيد. ابنك الوحيد مزعلك؟ ولك زمان ما شفته؟ بقالي حوالي سنتين سيادتك. حوالي سنتين. بسمع يعني اخبار عنه. نعم. والأخبار عنه بترضيك ولا؟ لا ما بترضينيش. شو اسمه اسم ابنك؟ أحمد. والله شوف، دي حال الدنيا يعني. انت عارف. صح. جبران خليل جبران بيقول ايه؟ أولادكم ليسوا أبناء لكم. صح. إنهم أبناء الحياة. مزبوط. صح. والحياة لا تعيش في منازل الأمس. صح. ده كلام جبران خليل جبران. صح. بقى لازم نحن الأهل نفكر انه اولادكم ليسوا ابناء لكم. الحمد لله. انهم اولاد الحياه. اللي يجيبوا ربنا كله كويس. اللي يجيبوا ربنا هم اولاد. يا سيدي، بهالبرنامج انت بتتابع المسامح كريم؟ شفته شي مره؟ شفته سيادتك. بتتابعه؟ كويس؟ بتتابعه. والقصص اللي فيه والحالات المسامحة. كويس. بيعجبك؟ بيعجبني. كويس. الحمد لله. يا سيدي، انا وسيط خير. انا ناس بيكلفوني انه ادعي اشخاص طيبين زي امثالك. الله يخليك. وبيشرفوني على استوديو. الله يكرمك. وبحاول معاهم اذا في مشكل انه نحله بالحسنى وبالخير بالبركة. انت حابب تعرف مين اللي دعاك؟ البرنامج دعاك؟ يعني البرنامج. نعم، الشخص اللي دعاك. وانا وسيط. انا في شخص قال لي ادعوا لي فلان الى استوديو عشان عايز كلمه. ايوه. انت حابب تعرف مين؟ انت عاوز تعرف مين؟ ايوه. بقى خلينا نشوف سوا مين الشخص اللي دعاك. تفضل. سيادتك لو اعرف ان الشخص ده اللي دعاني ما كنتش جيت. انا اسف. انت ايديك بارده. هو الشخص اللي دعاك. بس انا حابب اقول لك بشرى. لو اعرف حابب اقول لك بشرى. ايوه. انت ليش طردته من البيت؟ سيادتك مش يعني عاوز يبقى راجل معاه فلوس. انت عايزه راجل اولا ينتبه على صحته. هو سيادتك ثانيا انه يوقف المخدرات. مخدرات سيادتك يعني مرتين ده زي اللي انا كبير مثلا من الصغير واتبهدلت، الحكومه بهدلتني بسببه. فانا لو اعرف ان هو ما كنتش.
انا اشكرك انك جيت بس ان شاء الله ان شاء الله يكون ان شاء الله تكون مجيتك للخير ان شاء الله تكون مجيتك للخير لانه انت ده ابنك الوحيد ايوه ما عندكش غيره لا ما فيش لا صبيان ولا بنات مش لو وبقى انا بس حابب قبل ما نحكي ايوه حابب اقول لك بشرة سعيده ايوه انه احمد خلاص ترك المخدرات سيادتك لما مرتين قبل كده قال لي معلش انا معلش تبت ورجع هم تاني هم اولادنا هم اولادنا نحن ما فيش حدا كامل ولا حدا ممكن يعطيك وعد أيوة. ويصدق فيه على طول يعني شوف احيانا بتكون اقوى منه سيادتك احنا الحلال اهم حاجه صح صح بس انا ما غلطتش يعني انا كل هو يمشي في الحلال صح انا راجل كبير وبشتغل ده حقك الجنيه بالحلال على كل حال هو يبعت لك رساله أيوة. تحب اقرا لك اياها قبل خليني اقرا لك اياها وبعدين تسمع له خلي جاي يقول لك كلام هو لانه شكله قرر انه يغير حياته يا رب يا رب احنا بدنا احلى من هيك نحن امنيتنا صح انه يمشوا في السكه الصحيحه والسليمه بيقول لك والدي الحنون لو كنت تعلمت منك اشياء كتير خلال 31 سنه قضيتهم معاك فانا تعلمت خلال السنتين اللي بعدت فيهم عنك اشياء اكتر اهمها انه لا اساوي شيئا بدون رضاك علي هو بيقول انا اعتقدت اني اصبحت رجل يستطيع الابتعاد عنك والعيش من غيرك لكن اكتشفت اني لسه الطفل الصغير اللي بيحتاجك تحميه وتساعده وإن كنت أنا صغير احتجتك لتحميني من الآخرين فقد احتجتك اليوم وأنا كبير لتحميني من نفسي والدي الحبيب يبدو أنه كان علي أن أخطئ وأبتعد عنك عشان أعرف قيمتك كان لابد أن أفقدك حتى تعطيني الحياة درسا يؤكد لي أنك كنت حنونا معي لأبعد مدى وكان لابد أن آكل الحرام وأذوق طعمه المر حتى أعرف معنى تعبك طوال عمرك وأنت تجتهد كي لا نأكل إلا من المال الحلال الحمد لله شو بدك أحسن مش ولد عاقل عم يحكي بابا لن أشعر بالراحة والاطمئنان إلا عندما تضمني إلى حضنك وتدعني أبوس يديك وأعتذر لك عن خيبة أملك في وأعدك ألا أكررها بل وأعدك أني سأكون مصدر فخر لك في المستقبل التوابون يرحمهم الله وأنا تبت ولكن رحمة الله لن تتحقق إلا برضاك علي فكن سببا في عودتي عما كنت فيه ولا تطردني من رحمة الله بغضبك علي والمسامح كريم ابنك الوحيد أحمد ربنا يهديه ايه رأيك يلا الكلام إلك انت امام هذا الوالد الحنون يعني ودمعة الوالد غالية جدا يا أحمد بقى تفضل عايز اقول لك سامحني سامحني انا مش هعمل كده تاني انا شفت في السنتين اللي عدوا دول اللي عمره ما شفته في حياتي وافتكر لك الحاجه الحلوه اللي انت عملتها معايا وانا صغير لما كنت بتوديني المدرسه لما عملت مشكله وديتني شهر بحاله كل يوم كنت بتاخدني معاك المدرسه دي اجمل حاجه اجمل شهر قضيته في حياتي عايزك تسامحني سامحته ما سألتك أمه بتشوفه؟ لا أسلم
مش على كل حال ان شاء الله ساعة خير. نص حبة بتاخد؟ نص واحدة بس. نص واحدة؟ طيب شكرا لك. يا ابو احمد. ايوه. يعني انت باين عن قلبك الكبير وباين انك تستوعب الامور وباين انك ضحيت. بقى اجا شوف احمد ندمان وبيبكي. بقى اجا احمد عشان يخلص بقى من الوضع ده. ربنا يهديك. والوضع ده مضايقه. بده رضاك وبده انك تسامحه. لا انت مستعد؟ رضيت عنه. وترضي عليه؟ ربنا هداه. وتعيده معاك على البيت؟ تاخده للوالده امه بتشوفه؟ لا بقاله سنتين امه ما شافتهوش. ما شافته. هتكون فرحتها كبيره كتير. تاخد له هديه معاك. انه احمد جايبه على البيت. ربنا يهديه. خلاص؟ خلاص. تسوى ملايين دي ولا لا؟ لا تسوى ملايين. تسوى ملايين. تسوى ملايين. مسامح كريم. مسامح. يلا افتحوا بقى. وهذه ساعة خير إن شاء الله. ساعة خير. خلاص يا سيدي خلاص 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 خلاص. والله يعني الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بس يا أحمد خلاص يعني الحياة قصيرة. حياة قصيرة علينا جميعا. يعني ما بتستاهلش. لا تزعل الوالد ولا تزعل الوالدة ولا تزعل حالك. بقى لازم تتطلع للحياة بإيمان وبشجاعة. خلاص ده وعد شرف. وعد إن خلاص ابتعدت عن المسائل دي. ابتعدت ان شاء الله. والوالد ده امانه في رقبتك. ها مش عايزين نضل ياخد حبوب ونزعله ونخض له صحته. ها مش هتتكرر تاني. مش هتكرر. لا ده ما فيش اغلى منه بالدنيا. طبعا. ها طبعا. فاذا انا بقول لكم مبروك. ترجعوا سوا وتروح تاخد رضا الوالده ايضا باذن الله. والله يوفقكم. الله ونشوفكم على خير. تفضلوا. تفضلوا. يعني كل هالقصص اللي فيها أب وابن، أم وابنها، يعني هيك قصص عائلية فعلا بتأثر وبتخلي دموع تنفر من العيون. على كل حال هذه قصصنا كلنا بالمسامح كريم. إن شاء الله دائما تنتهي على خير. إلى اللقاء في قصة جديدة مع المسامح كريم.